كتاب اللغة العربية للصف الأول، الجزء الأول، الدرس السابع والأخير. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الدرس السابع مراجعة. أولا أحلل الكلمات إلى مقاطع. مستشفى، سنحللها إلى ثلاث مقاطع. مستشفى. ملعب، سنحللها إلى ثلاث مقاطع. ملعب. مدرسة، سنحللها إلى أربع مقاطع. مدرسة. ثانيا أركب من المقاطع كلمتين ثم ألفظ. محمود، محمود. محمول، محمول. ثالثا أكون كلمة من الحروف غير المنقطة ثم ألفظ. الحروف فاء عليها تنوين ضم وتقرأ فن، ح عليها فتحة وتقرأ ح، ب عليها ضمة وتقرأ بو، ألف ممدودة، تاء عليها كسرة وتقرأ تي، ميم عليها كسرة وتقرأ مي، نون ساكنة ن، دال عليها تنوين ضم دن، شين عليها فتحة ش، وزاء عليها ضمة زو. رابعا أصل بخط بين كل كلمتين تتكونان من الحروف نفسها. العمود الأول لاعبة. لاعبة، أي كلمة تحتوي على نفس الحروف من العمود الثاني سأقرأها؟ هل هي ملح أم دلو أم بلع؟ كلمة تالية ولد. ولد، العمود الثاني، هل توافقها ملح أم دلو أم بلع؟ لحم، هل نفس الحروف تحتويها كلمة ملح أم دلو أم بلع؟ خامسا أملأ الجدول بكلمة تحتوي على حرف الحاء بحسب المطلوب. لدينا جدول، نحتاج إلى كلمة تحتوي على حرف الحاء ولكن تمثل اسم إنسان، وتليه نريد كلمة تمثل اسم نبات واسم حيوان، وفي النهاية نريد اسم جماد. سادسا أعيد كتابة الكلمات لأكون جملة ثم أقرأ. كلمات ملعب، مدرستنا، واسع. كون من هذه الكلمات جملة. سابعا أضع الحركة المناسبة بحسب المطلوب ثم أقرأ. لدينا جملتين، كل حرف ملون بلون. سوف أقرأ القواعد ثم أقرأ الجمل. أولا سنضع الفتحة فوق الحرف الملون باللون الأزرق. سنرجع إلى الجملة، يرفع سامر علم بلادنا. الحروف الملونة باللون الأزرق، حرف الياء من كلمة يرفع وحرف الفاء في كلمة يرفع، حرف العين واللام والميم في كلمة علم. الجملة التالية، علم بلادنا مرفوع على مدرستنا. الحروف الملونة باللون الأزرق، العين واللام من كلمة علم، حرف الميم من كلمة مرفوع،
حرف العين من كلمة على، وحرف الميم والراء والسين من كلمة مدرستنا. ب. أضع ضمة فوق الحرف الملون باللون الأخضر. الحروف الملونة باللون الأخضر. يرفع سامر علم بلادنا. حرف العين في كلمة يرفع. الجملة التالية: علم بلادنا مرفوع على مدرستنا. الحرف الملون باللون الأخضر هو حرف الميم من كلمة علم. سنلونه، سنضع فوقه ضمة. جيم. أضع السكون فوق الحرف الملون باللون الأصفر. سنقرأ الجمل مرة أخرى. يرفع سامر علم بلادنا. الحرف الملون باللون الأصفر حرف الراء في كلمة يرفع، سنضع عليه سكون. علم بلادنا مرفوع على مدرستنا. الحرف الملون باللون الأصفر لنضع عليه السكون، الراء في كلمة مرفوع، والدال في كلمة مدرستنا. دال. أضع تنوين الضم فوق الحرف الملون باللون البرتقالي. يرفع سامر علم بلادنا. الحرف الملون باللون البرتقالي حرف الراء، ستصبح سامر. وفي الجملة الثانية: علم بلادنا مرفوع على مدرستنا. الحرف الملون باللون البرتقالي حرف العين في كلمة مرفوع، ستصبح مرفوع. ها. أضع الكسرة تحت الحرف الملون باللون الأحمر. يرفع سامر علم بلادنا. سنضع الكسرة تحت حرف الميم في سامر، والباء والدال في بلادنا. علم بلادنا مرفوع على مدرستنا. الحروف المكسورة هي الباء والدال في بلادنا، والتاء في كلمة مدرستنا. ثامنا. أكمل شفويا على نمط المثال. سالم مزارع. مراد فراغ. فراغ لاعب. تاسعا. أكمل شفويا على نمط المثال. درس زيد. درست ليلى. سافر زياد. سافرت فراغ. شرب فراغ. فراغ منى. عاشرا. أردد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. الآيات من سورة الفيل. التمرين الأخير 11. أقرأ في بيتنا تلفاز. عند والدي فرس. زارت والدتي مدرستنا. انتهى الدرس.